في النهاية كله رايح، ماشي، كله رايح. لكن اذا بتشوفوا انه الطاغوت وعباده اليوم زبد هائل هيك، زبد هائل، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان، على فكرة الناس حتى اللي بتعاطفوا بشكل عام، الجماهير حتى اللي بتعاطفوا بعد شوي بيردوا يرجعوا لا الحقيقة، بيردوا يرجعوا للحقيقة، بتذكروا، لانه كيد الشيطان ضعيف. ولذلك المؤمن يجب ان يكون موقن انه في حربه هو المنتصر، لانه كل اللي شايفينه هذا لا اساس له. انت بتتحدث مع فطرة الناس، انت بتتحدث مع فطرة الناس، انت بتتكلم الحقيقة، هم بتكلموا الكذب. ولا يفلح الساحر حيث اتى، ما هذا الاعلام سحر، ان من البيان لسحرا. ولا يفلح الساحر حيث اتى. ولذلك نقرأ الآية، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل المؤامرات، كل التدبيرات، شوفوا من زمان، من زمان بتآمروا على الإسلام قرون، والغرب بتآمر. وفي هذا القرن، القرن العشرين، يا ما استخدمت وسائل واموال هائلة على مستوى العالم العربي والاسلامي والعالم ضد الاسلام. النتيجة صحوة، النتيجة صحوة، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. واذا بتعيشوا كمان 10 و15 راح تشوفوا غير هيك كمان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. شفناهم كيف كانوا بتبجحوا، وسائل الاعلام مسيطرين عليها، المدارس، الجامعات، نظم الحكم بشكل عام، في كل موقع لهم. وفي النهاية، في النهاية الناس بتؤمن، والإيمان بيدخل القلوب، والناس ترجع إلى الله. ليش؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك اليوم كثير من الماركسيين ندمانين على الماضي، ندمانين على الماضي، اللي كانوا يقولوا للناس انه هذا الاسلام رجعية وهذا كذا، هذا شوية بزول، بزول الاسلام، قال بزول. كنا نقول لهم، نضحك، نقول لهم اسمعوا خليهم عميان، وبقول لكم بزول، وراح تشوفوا مين اللي بزول. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك ثقوا انتم تماما انه فطرة الناس سليمة. انت خطابك للناس هو خطاب للفطرة، وسوستهم كيد شيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب نسمع نحكم عليه وانتهى الموضوع. لا، ممكن يبتدع. وفي الحياة شفنا كثير ناس كفار وامنت، ومنافقين وارتدعوا في مجال. ومن هنا تأتي دعوة الخير اللي هي يجب ان تكون مستمرة، دعوة الخير وتوعية الناس وتذكيرهم يجب ان تبقى مستمرة. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحتى المؤمن بيحتاج لتثبيت في مثل هذه الظروف، المؤمن بيحتاج لتثبيت، والمنافق بيحتاج لوعظ. آية 7، الله ولي الذين آمنوا. وهي سبق شرحناها، لكن باختصار شوفوا، قلنا في سهمين، سهم من ظلمة في اتجاه النور، وسهم ثاني من نور في اتجاه ظلمة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لذلك انت كل يوم كمسلم، كل يوم كمسلم بتكون في نور. يعني كل ما اتقيت اكثر، كل ما اقبلت على الله، كل ما كنت امامك كل شيء واضح، كل شيء، وبتزداد هدى. الله
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في المقابل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لذلك كيف تنهار المجتمعات؟ كيف تنهار؟ لما بتأخذ منهج الطاغوت، المنهج المعادي لمنهج الله، بيجدوا أنفسهم كل يوم بتتعقد المشاكل. ولذلك لا يستطيع بلد غربي الآن، لا يستطيع بلد غربي الآن إنه يزعم إنه بإمكانه يحل مشاكله الاجتماعية. خلاص استسلموا، استسلموا. كيف لما تدهور سيارة وتفلت البريكات؟ على فكرة شغلة لطيفة حصلت في مرج الزهور. كانوا اخوان لكم في سيارة صغيرة هيك، ولكن كانوا حاجدين انفسهم بشكل، طبعا اخطأوا في حينها، اخطأوا في حينها. كان راكبين السيارة بشكل كثيف وبدون اتزان، وفجأة هناك طبعا في منطقة، في المنطقة في جبال يعني حادة مش زي بلادنا وعالية، وإذا بالسيارة تفلت بركاتها تماما وما عادش الشوفير يسيطر، وفي اتجاه هاوية، وفي اتجاه هاوية. كان بينهم شيخ من مشايخ من مشايخ الموجودين بارك الله فيه، من مشايخ رام الله برضو. ها في هذيك اللحظة قال لهم يا الله، فكلهم قالوا يا الله. ها كانوا مستيقنين تماما من وجههم الى الله وبصيحة واحدة يا الله. وكانت العجيبة انها تأتي السيارة وتركب صخرة بدون ما يتأذى واحد، لم يجرح واحد، مع انه بالنسبة لهم كانت الامور انتهت خلاص، واضح انها مهورة في الاتجاه المحدد. لما ادركوا بس يا الله. طبعا هنا هذا طبعا شو اللي دخلها صحيح هاي القضية؟ اليقين والايمان والنور. كل يوم الله سبحانه وتعالى ممكن يهبك، يهبك ايمان ويقين. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وأولياؤهم بيدخلوهم كل يوم من نور لظلمة، يعني بعد ما يكون بشوف شوي 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 حتى يكون العمى، انتهى الوقت. طيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.